هلا شيء ثاني صار، بس نحن وصغار ما بعرف ليش انا ذكرياتي شيء غريب انه عم بقول لك انا كنا نقضي كل السنه ببيروت ونطلع شهرين الصيف على جون. ما بعرف ليش مش باقي بذاكرتي شيء من طفولتي ببيروت، ما عندي ولا اي صوره. يعني هلا ما بفكر بدي اتعذب لحتى اتذكر شيء، اي صوره ولو هيك عابره من طفولتي ببيروت. بس جون يعني لما بفكر طفولتي دغري بتطلع جون ببالي، دغري 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 بفكر بجون. كنا نلعب نقضيها، عم نلعب ما نرجع على البيت الا لناكل او لننام او لنتحمم، عرفتي يعني انه صيف صيف بجون حقيقي كان. فمشان هيك بتذكرها كل طفولتي بحسها جون. شو اكثر شيء بتحب بالضيعة؟ كل شيء بحب بالضيعة، بحب الساحة. ساحة الضيعة، نحن كان بيت جدي بالساحة، فدايما الساحة تجربتها خاصة. ممكن زيت اذا بتحبي الساحة، يعني كل نهار عم بتسلمي على الناس بتقلي ماما انا وصغيرة، انا اكيد مش واعية، انا خلقت بجون. بتقلي ماما انا وصغيرة، سوري ما بعرف وين كان، تلبسني اظهر انا اقعد. كان في درجة، انا بيت جدي كان، انا جدي كان معلم عمار، فبيت جدي هو معمره، هو معمر البيت بايده. للاسف يعني هلا بابا من ما بقى منه شيء البيت لانه عمي غيره، بس كثير 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 بيعني لي هيداك البيت، كثير بيعني لي. يعني بتذكر مثلا انا وصغيره هيك كان الحيط هالسمك الحيط، في الشباك لما بدي العب حط لعبي، كنت اطلع اقعد على الشباك، اطلع اقعد على الشباك وحط لعبي ساعة هالقد، كان لانه الشب ايه هالقد الحيط كبير، يكون بيتك يقعدك ويحط العابك وكل شيء. ايه ايه ايه. وبعدين بالشتاء دافي بيكون، ما بيبرد يعني مثل، لانه في عازل بكل معنى الكلمه، وبالصيف برود كمان لانه عازلك عن الحراره يعني. بتذكرها منيح، بتذكر قعدات الوجاء مثلا، وجاء الحطب. ما هيك؟ لا الخبز تبع شو هو الخبز؟ الوجاء هو يعني الشاميناه تبعيت الضيعه. اوكي. هو اللي على الحطب، اللي يكون على الحطب مش على الغاز، اللي مثل الصوبيا. ايه بس الصوبيا صغيرة. ايه الوجاء كبير. مثل الفرن. بقلب البيت. ايه بقلب القودة العود. وانتي وقاعدة بنعمل بنقيش، بنعمل جاتو، بنعمل شاي، بنعمل كل شيء نحن وقاعدين. عرفتي؟ انه نحن قاعد بتحط بالفرن، بنعمل فطاير، بنعمل معجنات حلو كذا، بنحطهم بالفرن نحن وقاعدين. هذه الايام بحبها كثير هالايام. ايه بتذكر الزيتون، نصري شمس الدين، نصري شمس الدين من ضيعتي. اكشلي بعتذر انا من ضيعته. بموسم الزيتون كل جون بتصير معجوقه بالزيتون، وبعدين كل شيء زيتون. يعني بالنهار بدنا نروح على الزيتون، يعني نرجع بدنا نفرز الزيتون، بدنا نشيل الزيتون اللي مش منيح، يعني بروسس عمليه بروسس طويله عريضه كلها. بعدين بالليل بده يروحوا على المعصره لما وقت العصر. وبعدين حتى في شيء لما بيعصروا الزيتون بتطلع البقايا تبعت، بيقولوا جفت الزيتون. هيدا بيفرشوه على السطوح وبيتركوه لييبس، لانهم بيستعملوه بالشتاء مع الحطب بخفف من الاكسيداسيون تبع الحطب وبيعطي ريحه حلوه. فكل المنطقه بتصير ريحتها زيتون كل الوقت، انت عم بتشمي ريحه الريحه كل الباقيه معك. يعني هي وزهر الليمون، يعني زهر الليمون مثلا انه بنعرف الربيع نحن انه اجا، في نحن جون مش بعيده عن الساحل، فبتفرقي لها. في ضيعه اسمها علمان، اول ضيعه يعني بتقطعي فيها قبل ما تطلعي على جون. علمان كلها بساتين، وفيها بساتين زهر ليمون كمان وهيدا. فبمجرد ما تفرقي مفرق علمان تحل ريحه، يعني كنا انه خلص يعني هلا بصير بنمشي على مهلنا السياره تمشي على بس لنشم ريحه زهر الليمون. يعني فكنت عم بقول لك على بيت جدي
بيت جدي اللي هو معمر وكان عامل على هيدي الدرجة الشهيرة. كان عامل درجة صغيرة قدام الباب على المدخل، ما بعرف شو قصده فيها، كان الله يرحمه ما بعرفه لجدي، مات قبل ما اخلق. سوري. بس هيدي الدرجة نحن ربينا عليها، هي ما بتساع، يعني انا صار عمري يمكن 17 و 18 كانت صارت ما بتساع، فردوه على التعبير اجري، يعني ما بتساع اجري بقى، بس كنت بس اوصل على جون بدي اقعد عليها، وانا اتخانق انا واخواتي عليها، كل واحد يقعد دور، وكلنا يعني مش سيعتنا بس بنحبها. كم اخت وخي انتو؟ 5، نحن 3 بنات وصبيين. ف درجه يعني لما كسر عمي كنت صغير، كنت سوري يعني واعيه، ما قدرت اظهر، ما قدرت اظهر شوفها، يعني شوف البوابه. مرضت، يعني مرضت شي اسبوع، ضليتني احس هيك بدي ابكي، ما قدرت، يعني بعده ما بيروح من بالي صوت اللحظه اللي كسروها. كثير بتقهرني. ليش تكسروها يخلوها؟ ما بعرف عمي شو خطر، انه وقتها قصص البلديه وما البلديه وبدهم ياخذوا من الطريق. بتقهرني عمي لما بتذكرها بتقهرني. اخواتك 3 بنات وصبيان، حدا منهم بالميديا غيرك او بس؟ لا، هلا بنت اختي زميلتي صارت زميله بالعربيه. بعدها ما بتعرفوها، ما بتطلع على الهواء بعدها. اسمها نور. اكيد متاثره فيك. ما بعرف، يمكن، بس انه عندها كثير شخصيتها وكيانها الخاصين جدا جدا جدا، يعني بنت اختك تشبهيك؟ لا ما بتشبهني، بس يعني انا بلاقيها كثير حلوه. بس غير شيء مش عارفه. غير. طيب.